يبارككم ويحفظكم. لقد أعطاني الله كل سلطان في السماء والأرض، فامضوا لتبشير الناس من كل الأمم برسالة الخلاص ليكونوا أتباعي، واغسلوهم بالماء باسم الله ومسيحه وروحه القدوس، وعلموهم أن يعملوا كل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. الحواريون مسلسل في حلقات يحكي قصة رسل السيد المسيح الذين اختارهم ليبشروا الناس برسالة الخلاص. عليكم السلام. ليش تأخرتم؟ يابا تأخرنا بالمكتبة ونحن ندوق على الكتب اللي نريد نقرأ بيها. أي يابا، وطقنا نحصل على الكتب اللي تفيدنا بالقراءة. شوي يا ابني خليني أخشع. تفضل يابا خذ. استريح أولادي، ليش موقفين؟ يلا استريح السنة. يا الله هاي الكتب قيمة وقيمتها بالمادة التاريخية اللي بيها. ايه طبعا يابا، والكتاب كنز ثمين، كل ما ياخذ منه الإنسان ما يخلص. ايه فعلا بنتي، يا ريت لو تعملين لنا شاي من ايديك الحلوه حتى نستمتع ونحن نقرا. ها غالي والطلب رخيص. قرينا وعرفنا اشون الروح القدوس اختار بولس وبرنابا وأمرهم حتى يقومون بنقل رسالة المسيح لكل شعوب الأرض، وسافروا من مكان لمكان وهم يبشرون بكلمة الله بكل بيوت الله، واهتدوا ناس كثير للإيمان. وبعد فترة صار خلاف بين الأخوة المؤمنين بأنطاكيا على الناس اللي ما من بني يعقوب، وأساس الخلاف جماعة من المؤمنين أمروا الناس أن يمشون على شريعة موسى. المؤمنين ناقشوا هذا الموضوع مع الشيوخ والحواريين بالقدس، وغشعوا بالنهاية لازم ما يثقلون على أعناق الناس الأغراب بمتطلبات شريعة موسى. بولس وبرنابا بقيوا بأنطاكيا ينادون بكلمة الله مع كل الناس. ايه أنا أتذكر لهون وصلنا. بعد فترة من الوقت قال بولس: برنابا أش تقول لو نرجع ونزوغ الأخوة بكل المدن اللي نادينا بيها برسالة المسيح
ونغشع أشون أحوالهم. إيه نعم، هاي أحسن فكرة حتى نشجعهم. لكن أنا أقول له ناخذ معانا مرقص حتى يعاوننا. يا برنابة، ما من الحكمة أن ناخذ معانا مرقص. مبور هو تركنا بعد ما طلعنا من قبرص وما كمل الخدمة معانا. لا، مثل ما قلت لك، نحن ناخذه معانا حتى يعاوننا هنوك. أنا ما أشجع فكرة أخذ مرقص معانا. وأنا ما أطيق أروح إذا ما أخذ مرقص معانا. لكن خذ أنت مرقص وأنا غيح أخذ سيلة معاي للخدمة. أنا غيح أخذ مرقص وأروح عن طريق البحر القبرص حتى نبشغ الناس هنوك. وأنا وسيلة غيح نسافر لسوريا وكلكيليا حتى نقوي ونشجع الأخوة المؤمنين هنوك. وسافر بولس وسيلة المدينة الدربة وبعد المدينة لسترة، وكان بلسترة تلميذ من أتباع المسيح اسمه تيموثاوس، أمه من بني يعقوب وأبونه يوناني. يا تيموثاوس، الأخوي بلسترة وإيقونيا مدحوا بيك كثير، وأريد أخذك معي للرحلة اللي قررتوها حتى نبشغ الناس. لكن بني يعقوب ما يقبلوني، أمبور يعرفون أبوي. ولهالسبب لازم تنختن حتى يقبلوك الناس الموجودين بالمنطقة. سافروا من مدينة لمدينة وكانوا يشجعون المؤمنين ويسلمون القرارات اللي حكم بيها الرسل والشيوخ بالقدس للناس المؤمنين حتى يعملون بيها. المؤمنين كانوا يتقوون بالإيمان ويزداد عددهم يوم بعد يوم. وسافروا وتجولوا مناطق تركيا كلها باستثناء المناطق اللي منعم الروح القدوس أن يروحوا لها إلى أن وصلوا لمدينة ترواس. يا سيلة ويا تيموثاوس، أنا البيحة بالليل غشعت رؤيا وغشعت بيها رجال مقدوني من اليونان ويقف جنبي ويتوسل بي ويقل لي تعال المقدونيا عاونا. فأش تقولون أنتم؟ أكيد الله سبحانه وتعالى دعانا حتى نبشغ الناس هنوك. أي نعم، هذا الشيء من الله. يلا يا جماعة، لكن اتحضروا وخلونا نروح المقدونيا. وسافروا عن طريق البحر ووصلوا لمدينة فيليب اللي يسكنها الرومان. يا جماعة، أنا اللي أعرفه هاي المنطقة أهم منطقة بمقدونيا. لكن خلونا نقعد هوني كم يوم حتى نغشى أشغى يحصير. بيوم السبت طلعوا من باب المدينة لضفة النهر، وكانوا يتوقعون أن يلقون المكان اللي يجتمعون بينه الناس الأتقياء للصلاة.
ولقوا نسوان مجتمعين هنوك وقعدوا يحكون معاهم ويبشروهم برسالة المسيح. وهاي الرسالة اللي نحن ننادي بيها، وهي الإيمان بسيدنا عيسى كسيد ومولى، حتى يكون لكم طريق الخلاص. يا بولس، نحن استمعنا لكل اللي حكيته، وأنا اسمي ليدية من مدينة ثياترا، وشغلتي المتاجرة بالأقمشة، ومن أنا صغيري أعبد الله. وهسا أبعد ما سمعت هذا الحكي تأثرت، والله فتح قلبي للإيمان وقبلت كل الكلام اللي قلتمه، ولهذا أغيت أختصل أنا وأهل بيتي. الحمد لله، ويهب النعمة للناس. أنتم مطيقون تغتسلون ما دام أكو عندكم إيمان بالمسيح. تعتبروني أنا مؤمنة بالمسيح، فتعالوا قعدوا ببيتنا معززين مكرمين. لكن إحنا أنا أترجاكم أن تجون وتقعدون ببيتنا. الحمد لله، أنا أدعو الله أن تزيد المحبة بيناتكم أكثر وأكثر، بمعرفة حقيقية وفهم صحيح، حتى تميزون الصراط المستقيم وتمشون بينه، وتكونون أتقياء وبلا عيب بيوم مجيء المسيح، وتنتلي حياتكم بالأعمال الصالحة اللي ينتجع عيسى المسيح بيكم، وكل هذا المجد الله وحمده. فقد يوم من الأيام بولس وسيلا وتيموثاوس كانوا رايحين للصلاة، وبالطريق قابلتهم جارية بيا روح شريرة تخليها تعلم الغيب. وهاي الجارية كانت تجيب الأسيادة فلوس كثير من قراءة البخت، وقامت تمشي ورا بولس وجماعته وتصيح: هذول الغجيل، ايه هذول الغجيل، هي عبيد الله العلي، هذول الغجيل عبيد الله العلي، وهي مغيح يقولوا لكم على طريق النجاة. يا ناس، هذول الغجيل عبيد الله العلي. يا بولس، هاي جارية صار لها كم يوم عاد تعمل هذا الشيء. أنا متضايق من حكيها، ولهالسبب غيح أصيحة وأطرد الغوح اللي بيها. هذول الغجيل عبيد الله العلي، هذول عبيد الله العلي، هذول عبيد الله العلي. يا روح، أنا آمرك باسم عيسى المسيح أن تطلع من هاي الجارية. فخرج الروح بنفس اللحظة، أسيادة لمن عرفوا هذا الشيء وأمل بالربح ضاع، مسكوا بولس وسيلة وجرغوهم للسلطات بالساحة العامة. سيد الحاكم، هذول الرجال من بني يعقوب، وهم عايثيرون الفوضى بمدينتنا. اي نعم، وهم عينادون بعادات نحن الرومان ما يصيغ نقبلها ونتبعها. ايه عفوهم، هذول يستاهلون العقاب، مبور يغيدون يغيرون عاداتنا وتقاليدنا. لازم يتعاقبون هذول على افعالهم. فسدوا الشعب، فسدوا الشعب بعادات نحن ما نعرفها. يا ناس، يا ناس،
نحن حكام ويحن حاكمهم، بس اهدوا شوية حتى نعرف نحكي معاهم. يا حرس يا حرس، سمعوا وضاعتنا يا مولاي. شقوا حواسهم من عليهم وضربوهم بالعصي. يلا بسرعة. حاضر سيدي. يكفي يا سجان. نعم سيدي. يلا خذهم وزتهم بالسجن وشدوا الحراسة عليهم وفوتوا رجليهم بخشبة التعذيب حتى يكونون عبرة لغيرهم. نفس الليلي كان بولس وسيلا يصلون ويسبحون الله، والمسيجين اللي معاهم عيسمعوهم. فجأة صاغ زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت أبواب السجن كلته، وانفكت قيود المسجونين كلتهم. فقام السجان من نومه، ولما انغشع أبواب السجن مفتوحة سحب سيفه وغاد يقتل نفسه، عباله المسجونين انهزموا. لا 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 تقتل نفسك، نحن كلتنا موجودين. أشون موجودين؟ يعني ما انهزمتم؟ لا كلتنا موجودين داخل السجن. يا حرس يا حرس. نعم سيدي. جيبوا لي ضوء، خلي أخشع. جيبوا لي ضوء. فضل سيدي. ها أخشع، خلي أخشع. انتم فعلا هوني؟ سيدي أش أعمل حتى أخلص؟ آمن بمولانا المسيح عيسى، آمن فتنجو أنت وكل الموجودين ببيتك. ونحن نريد نحكي معاك ونبشرك بكلمة الله أنت وعائلتك. سيدي تعالوا معاي لبيتي حتى أغسل جروحكم وأداويها حتى تأكلون. ولمن وصلوا للبيت بولس قام يبشغن عن مملكة الله وعيسى المسيح، فآمن هو وعائلته واغتسلوا متحدين بالمسيح، وانتلت العائلة كلتها بالفرح. أمبورهيم آمنوا بالله، وبعد هذا رجعهم للسجن. لمن طلع النهار الحكام بعثوا الحرس للسجان. سيدي السجان، الحكام يقولوا لك اطلق سراح هذول الاثنين. سمعت بنفسك يا بولس؟ الحكام امروا باطلاق سراحكم، وهسا اطلعوا وروحوا بسلام. اطلقوا سراحنا؟ لا احنا ما نطلع. شلون ما تطلعون؟ الحكام اطلقوا سراحكم. ضغبونا قدام الناس بدون محاكمه، مع انه نحن عندنا الجنسيه الرومانيه، وزتونا بالسجن، وهسا يريدون يتخلصون من عندنا بالسر؟ لا هذا الشيء ما يصير. خلي هيم يجون بنفسهم ويعتذرون لنا. يا حرس. نعم سيدي. روحوا وقولوا للحكام كل هذا الحكي. اي نعم، خلي يجون لي هوني ويعتذرون لنا ويغدون اعتبارنا قدام الناس. ايه وبعد ايش قالوا لكم؟ سيدي قالوا هيم عندهم الجنسية رومانية، وقالوا خلي يجون الحكام ويعتذرون من عندنا. اش تقول يا جماعة؟ احسن شيء نروح ونعتذر من عندهم قبل ما تصير لنا مشكلة.
فاعتذروا منهم وطلعوهم من السجن، وطلبوا منهم أن يطلعون من المدينة. ولما انطلعوا غاحوا البيت ليدية وقابلوا الأخوة هنوك. وهسع يا أخوتي، أريدكم تعرفون أنه كل الأمور اللي عتصيغ هي بالواقع عتساعد على انتشار الإنجيل، والمهم أن تكون حياتكم اليومية بحسب إنجيل المسيح، حتى إذا جيتوا وخشعتوكم لو سمعتوا عنكم وأنا غيب أعرف أنتم ثيبتين بقلب واحد وتجاهدون سوا بنفس وحدي بسبيل الإيمان بالإنجيل. ولا تخافون أعدائكم أبد، أمبار هي مغيح يهلكون وانتم غيح تنجون بنعمة الله. والله أنعم عليكم أن تؤمنون بالمسيح وتتألمون بسبيله. وبعد ما طلعوا من فيليبي وصلوا لمدينة سالونكي، وكان هنوك مصلى البني يعقوب. بولس غاح للمصلى على عادته، وبقى هنوك بالمدينة 3 أسابيع يناقشهم بكتاب الله كل يوم سبت. يا ناس، كانت إرادة الله أن يبعث عيسى المسيح للعالم وأن يضحي بحياته ويقوم من الموت. عيسى هو المسيح المنتظر. هذا أشهر حكي، لكن هذا الرجال حكين ومقنع. ومثل ما أقل لكم يا ناس، عيسى هو المسيح. إيه نعم، مسيح الله المختار. الناس من بني يعقوب آمنوا وانضموا لبولس وسيلة، وانضم معاهم عدد كبير من اليونانيين اللي يعبدون الله، وانضموا معاهم بعض من النسوان الفاضلات. الناس اللي ما آمنوا من بني يعقوب انتلوا بالحسد. منين طلعونا هذولي؟ جايبين تعاليم جديدة وحكي جديد. الناس هوني يتبعوهم، لازم نخلي لهم حد. اي نعم، انبور هذولي اذا بقوا غيح يعملون مشاكل نحن في غنى عنا. هو اشنو الحل برايك؟ احسن شيء نعمله نجمع من الشارع ناس اشرار ونعمل عصابة ونثير فوضى بالمدينة. ايه، وبهذا الشيء غيح نطيق نحرض الناس عليهم حتى نطلعهم من المدينة ونتخلص من عندهم. هاي فكرة مليحة. وفعلا عملوا مثل ما غادوا، والعصابة عملوا فوضى بالمدينة وهجموا على بيت ياسون اللي كان بولس وسيلة قاعدين بينه حتى يجغوهم للجمهور. فلما انمالق قوم جاغوا ياسون وبعض الاخوي واخذوهم الحكام المدينه. سيدي الحاكم، بولس وسيلا هذول رجال اثنين جو هوني وقلبوا الدنيا كلها. ايه، جو هوني وياسون يضيفهم ببيته. فوق هذا يخالفون اوامر قيصر. ايه،
أشون يخالفون أوامر القيصر؟ نعم سيدي، يخالفون الأوامر ويقولون أكو ملك ثاني اسمه عيسى. هذا أشون حكي، من طعام الحق يحكون هكذا؟ طلعوهم من مدينتنا. يا حرس يا حرس. سمعا وطاعة يا مولاي. دووا على ذول الاثنين بسرعة، يلا دووا عليهم وجيبوهم جنبي بسرعة، يلا نفذوا الأوامر. سيدي الحاكم، ايش نعمل بياسون والمجموعة اللي معانه؟ خذوا من عندهم كفالة وتعهد، وبعد هذا اطلقوا سراحهم. لمن جاء الليل الأخوي غاحوا البولس وسيلا حتى يساعدوهم مرة ثانية. يا إخوان نشكر الله دائما وباستمرار. انبور انتم من سمعتم رسالة الله اللي بلغناكم بيها اقبلتمه؟ ما كنيها رسالة من البشر، لكن اقبلتمه مثل ما هي على حقيقته. اي نعم، رسالة الله اللي تعمل بقوة بيكم وانتم مؤمنين، وصغتم يا إخوان مثل المؤمنين اللي بالقدس اللي اضطهدوهم الناس الما مؤمنين من بني يعقوب، وهي مقتلوا الأنبياء، وهي من اللي قتلوا عيسى المسيح، وهسا يضطهدونا نحنهم ويعملون الشيء اللي ما يرضي الله ويعادون الناس ويحاولون أن يمنعونا من تقديم رسالة النجاة للشعوب، وبهذا الشيء يزيدون خطاياهم ويحل عليهم غضب الله بالآخرة. يا بولس لازم تروحون المدينة بيرية، أمبور هوني خطر عليكم. اي نعم، أمبور بني يعقوب يغيدون بيكم شغل. بيرية أمن من هوني، وأهله أشرف من أهل تسالونكي.